في مسامعكم عشاق الأصالة في ميدان سيف العرب، تتواصل الانطلاقات. سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذه اللي انطلقت تشجيعا لملاك الهجن في جميع ميادين الدولة، وانطلقت مع الفطامين في أول أيامها في هذا اليوم. نتواصل في شوطنا التاسع الشوط خاص بالأبكار، نسير مع المقدمة تسيطر على مقدمة الشوط الظبي عبد الله بن حمود بن راشد الوهيبي، وهي بالمقدمة وجباعة ماخذة مسار اليمين ومنطلقة بقوة، بينما المركز الثاني هناك في المركز الثاني مع هلال بن حميد بن خميس العمري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث المراكز مشاهدينا الاعزاء هناك لم تتضح رؤيه رقمها الما تدخلت العزره في هذه اللحظات. سعيد بن سالم الربيع، يا سلام يا سلام، ولكن اشوف هناك اشوف الانطلاق من قبل الظبي، فردت بالمركز الاول باعدت المسافه بينها وبين البقيه. الله يا سلام، عبد الله بن حمود الوهيبي سيطرت على مقدمه الشوط، انفردت للمره الثانيه على التوالي الفوز والناموس مع الوهيبي. تهانينا عبد الله بن حمود الوهيبي على هذا الفوز والناموس. بينما المركز الثاني تدخلت فيه العزره سعيد بن سالم الرميثي، والمركز الثالث نشوف الثالثة مع زميلنا محكم خط النهاية. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث شاهيني كاسب بن سالم المسافري. هكذا كان مسار هذا الشوط، دقيقتين و14 ثانية التوقيت الزمني لهذا الشوط.